صباح الأمل والسعادة والخير مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار، مجموعة متنوعة من الفقرات والحوارات. نتمنى إن شاء الله أن تحود على إعجاب حضراتكم النهاردة. محمد صباح الفل. صباح الخير عليك يا أمل، وصباح البرد والتلج. يعني تحية لكل اللي بيقف بيأدي خدمة لمصر في هذا الطقس البارد. يعني تحية لكل شباب الشرطة والجيش واللي بيقوموا بعملهم في هذا الطقس السيء. احنا النهاردة معاكم إن شاء الله على مدار ساعتين، هنكون معانا أكتر من موقفة حوارية. يمكن معانا النهاردة معرض و وحدة هامة تم إنشاءها لخدمة المصريين في الخارج، وهي خاصة بوحدة للمستثمرين المصريين بالخارج لتسهيل تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر. الوحدة دي هتقوم بالتواصل مع المصريين، معرفة المشروعات اللي هم عايزين يقدروا يساهموا فيها، واحنا عارفين الدور اللي بيقوم بيه المصريين في الخارج دور كبير جدا، عايزين بقى مزيد من إشراكهم في الاقتصاد الوطني. الوحدة دي هتقوم بتسهيل كل هذه الإجراءات. ده هيكون حوار معنا في هذا الصباح. بالإضافة لهذا الحوار الهام والحديث عن تذليل أي عقبات أو عراقيل أو معوقات تحول دون يعني مجيء المستثمرين إلى مصر، وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة اللي هم بيقابلوها، يبقى في همزة وصل حقيقية للتواصل مع المستثمر المصري بالخارج لضخ أمواله في مشروعات مختلفة في مصر. معنا موضوع تاني ومبادرة شبابية هنتكلم فيها عن الرياضة. طبعا مش محتاجين احنا نقول ان الرياضة شيء مهم في حياتنا وكلنا محتاجينه، ولكن قد ايه المفروض تكون الرياضة ما نتعاملش معها ان هي بتحمل جانب من الترفيه، ولكن المفروض ان هي تبقى جزء رئيسي واصيل واساسي في ثقافتنا. الرياضة احيانا بتكون مكلفة لو في تدريبات معينة، لو في الذهاب للجيم، ولكن في مبادرة شبابية حقيقة بتحاول ان هي يعني تتكلم على الرياضة، ولكن بمفهوم بسيط نقدر انه الكل يقدر ان هو يا محمد يمارس الرياضه. صحيح، واضعف يعني الامكانيات والاشياء الممكنه، وما يكونش الموضوع مكلف. رياضه للبسطاء، القفز بالحبال، وهذه المبادره الشبابيه والحديث عن ادراج هذه الرياضه ضمن برامج اللياقه البدنيه. هنعرف طبعا من صاحب المبادره هو قصده ايه بالقفز على الحبال. هل بالحبال، هل هو نط الحبل بتاع زمان احنا بنقوم بيه، ولا الموضوع اتطور لشيء اخر؟ ان شاء الله هكون معاكم برضو وقفتنا الثابته، اخبار رياضه، اخبار اقتصاد، ويمكن نتعرف شويه كمان على اخبار الطقس، ومعانا كمان قراءه في ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. كل ده في هذا الصباح، وانتظرونا بعد الفاصل. النهاردة بمشيئة الله ستنطلق فعاليات الدورة 17 لمعرض بلاستكس 2020 لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر المعارض الدولية بمحور المشير بتجمع الخامس. بيستمر هذا المعرض حتى يوم 12 من يناير الجاري برعاية وزارة التجارة والصناعة. المعرض هيستضيف أكثر من 400 شركة من 27 دولة بتمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، وبيعد نقطة للالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبيعتبر انعقاد معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير حدثا مستقلا مصاحبا لمعرض بلاستيكس 2020. والهدف الرئيسي من هذا المعرض هو ان يكون نقطه التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين زي ما قلت لكم لمنتجات وخامات البلاستيك النهائيه مع المشترين والتجار المستوردين من دول افريقيا والدول العربيه المجاوره، ودوت بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصريه واختراق مزيد من الاسواق.
طبعا في مصر في انواع كثيره ومتنوعه من السياحه، في السياحه الشاطئيه، السياحه الثقافيه، السياحه الدينيه. حقيقه مع كل هذا التنوع في السياحه وايضا التنوع الكبير في الاثار، زي ما احنا عارفين ان مصر فيها تلت اثار العالم، يعني حقيقه في هذا الاطار وزاره السياحه والاثار بتحاول ان هي تعيد النظر من جديد في اهم وابرز المناطق التاريخيه و الأثرية وتسويقها بالشكل الجيد اللي بيليق بحضارة ومكانة وثقافة مصر. وزارة السياحة والآثار في القاهرة بتنفذ عدد من المشروعات الهادفة لإعادة تطوير منطقة سور مجرى العيون وتحويله إلى مزار سياحي وثقافي عالمي. خلينا نشوف الصور وإزاي النقلة اللي هتتم مش في السور بس، ولكن المنطقة المحيطة بها كلها هيعيد صياغتها مرة تانية بما يتناسب مع طبيعة هذه المنطقة التي تتميز بالطابع والمعمار الإسلامي. خلينا نشوف هذا التقرير. الحكاية بدأت في القرن الثاني عشر عندما شرع صلاح الدين الأيوبي في بناء سور مجرى العيون لنقل المياه إلى قلعة الجبل بعد نقل مقر الحكم إليها، إلى أن تم مده إلى منطقة فم الخليج في عهد السلطان الناصر قلاوون وبناء عدد من السواقي لرفع المياه، إلا أن السور تعرض للإهمال خلال فترات ماضية حتى شرعت الدولة حاليا في تنفيذ مخطط تطوير للمنطقة بأكملها لنقل المدابغ ومنطقة أبو السعود القريبة من السور. بدأنا بعمل الكمادات الرئيسية لإزالة السناج الموجودة على الجدران الأمامية من مأخذ المياه، وفي نفس الوقت بدأنا عملية التطوير للسوائل اللي كانت متناقصة تماما في فترة أحداث يناير أو بعد أحداث يناير، والفعل تم استكمالها الحمد لله بأيدي مصرية خالصة. أما بالنسبة للجزء الخاص بالعقود فتم إزالة الكثير من التعديات اللي كانت موجودة على الأثر نفسه أو على حرم الأثر نفسه من خلال شرطة السياحة والأثار. 95 فدانا هي مساحة المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون. بدأت الدولة في إعادة إحياء المظهر التاريخي لها وفقا لطابع الحضارة الإسلامية، حيث سيتم تحويل الموقع إلى منطقة للثقافة والفن. المنطقة بقى اللي تشيلنا منها العشوائيات والتعديات والمدابغ هتبقى منطقة ثقافية وعلمية، تقام فيها أنشطة تراثية، حتى كمان مهنة دبغ الجلود اللي هي كانت المدابغ شغالة فيها هيبقى فيه برضو، ولصالح برضو الأهالي، يعني هيبقى فيه حتة صناعة الجلود دي موجودة إلى جانب كتير من الحرف التراثية اللي كانت موجودة في المكان. هيبقى فيه قاعات سينما، مسارح، أنشطة ثقافية لتوعية أهل المنطقة. العمارة الإسلامية انقسمت لعمارة مدنية وعمارة حربية، ده يدخل في إطار العمارة المدنية اللي هي عالية الدقة. النهاردة الأسلوب، المأخذ اللي موجود والسوائل المستخدمة وأسلوب البناء المسدس الخارجي والمسدس الداخلي، ده بيدي إحساس للزائر أو اللي بيخش بعظمة العمارة الإسلامية خصوصا في الناحية المائية اللي هو أساس مبنى السوائل نفسه وسور مجرى العيون. ويصل طول سور مجرى العيون 3 كيلومترات، ويبلغ أقصى ارتفاع له نحو 18 مترا وأقل ارتفاع نحو 3 أمتار. إذن هي حكاية بناء عبقري كان هدفه الأساسي نقل المياه إلى قلعة صلاح الدين إبان القرن الثاني عشر، إلا أن عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة حاليا هدفها الأساسي تحول المنطقة إلى مزارا سياحيا وأثريا عالميا. من سور مجرى العيون، أشرف مبارك، النيل. زي النهاردة من عام 1960 وضع الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفيتي لمصر ب$100 مليون، وذلك بعد أن رفض البنك الدولي إقراض مصر وسحب عرضه في 19 يوليو من عام 1956 ليعني الاتحاد السوفيتي في 27 ديسمبر عام 1958 توقيع اتفاقية مع مصر وإقرادها لبناء السد في مايو عام 1959. الخبراء السوفييت قاموا بعد كده بمراجعة التصميمات الخاصة بالسد. هو ده القرار، كرامة مصر، قرار اتخذه آنذاك زعيم الراحل جمال عبد الناصر. في ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى بوضع حجر الأساس في 9 يناير 1960، وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد
حتى منسوب 130 متر. وتم بعد كده توليد الكهرباء من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967، وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العالي منذ 1968. في منتصف يوليو 1970 تم اكتمال صرح المشروع، وفي 15 يناير 1971 تم الاحتفال بافتتاح السد العالي، أي بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. واختير هذا التاريخ فيما بعد عيدا قوميا سنويا لمدينة أسوان. بالفعل طبعا السد العالي من المشروعات القومية العظيمة ومن العلامات المضيئة والإضافات الكبيرة في تاريخ مصر وفي تاريخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طيب هننتقل لموضوع آخر، وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بتواصل النقل المباشر أو البث المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك. يعني هذه العروض بيتم بثها في 8 مساء يوم السبت القادم إن شاء الله على المسرح الصغير للمؤلف النمساوي بيرغ. وتمثل هذه الأوبرا بشكل مختصر، يعني هي دراما اجتماعية بتعبر عن المشاعر الإنسانية المتناقضة. يعني هي بتروي قصة الجندي فوتساك. الجندي ده دفعه عشقه وحبه الشديد جدا لزوجته وغيرته الشديدة عليها إن هو قتلها، وبعدها انتحر غرقا بعد ما مر طبعا بأزمات حياتية مختلفة ومتعددة. أوبرا فوتستيك هي أحد أبرز مؤلفات ألبن بيرغ، وضعها بين عامي 1914 و1922، واستلها النص المسرحي الدرامي اللي كتبه بنفسه الألماني جورج بوخنر. تأتي تجديد رخصة النقل الحصري والمباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية في إطار التواصل والتعاون المشترك بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي في مصر، وللتعريف بثقافات العالم المختلفة من خلال خطة تلتزم بها إدارة الأوبرا المصرية وبتتوافق مع أهدافها لإثراء الحياة الفنية في مصر. المعروف أن التقنية اللي بتتنقل بها العروض عالية الجودة وتتميز بالصوت المجسم وشاشات العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير، ودوت بيخلي المشاهد يشعر انه داخل مسرح المتروبوليتان بامريكا. وايضا وضعت دار الاوبرا المصريه كافه الاحتياطيات والمواصفات العالميه المتعارف عليها في هذا المجال من اجل ضمان جوده البث. يعني سهره وخروجه دراميه رائعه لكل عشاق الاوبرا في مصر. قطاع غزة رغم أنه هو محاصر من الاحتلال الإسرائيلي، رغم التجاوزات اليومية، رغم الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، رغم يعني القتل والذبح والممارسات الوحشية، إلا حقيقة هم عندهم إرادة شديدة جدا جدا وعزيمة أن هم يعيشوا وأن هم يحبوا الحياة ويمارسوا يومهم بشكل طبيعي رغم الضغوط ورغم الحصار الأمني والحصار الاقتصادي ورغم طبعا المشكلات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ولكن الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة حقيقة عندهم إصرار وعزيمة جدا إن هم يعيشوا يومهم بشكل لطيف ويحاولوا إن هم يخرجوا بشكل أو بآخر يا محمد من هذا الحصار وهذا الخناق اليومي. المرض الكلام عن الفتيات في غزة عدد كبير منهم بيقبل بشكل متزايد على ممارسة رياضة التزلج في قطاع غزة على يد عدد من المدربات الإيطاليات. خلينا نشوف هذا التقرير. هنا بجوار ميناء الصيادين في غزة تدفع العديد من الفتيات بحذر ألواح التزلج الخاصة بهن بينما تشاهد الحشود وتبتهج. كانت المنطقة فيما مضى تضم عددا قليلا للغاية من المتزلجين، لكن في الوقت الحاضر يقبض العشرات من الشباب على هذه الرياضة. أنا شايف الإقبال كتير كبير وعدد الصبايا عم يتزايد، والصبايا عم يتواصلوا معي وعم يقولوا إنه حابين إنه إحنا ننضم لهاي الفرقة، فرقة السكيت بورد، والصبايا عم يتعلموا بسرعة. يعني في خلال 4 أيام الصبايا كانوا متعلمين إنه كل تقنيات السكيت. التشجيع على هذه الرياضة جاء من قبل مجموعة من المتزلجين والناشطين الإيطاليين من خلال المركز الإيطالي لتبادل الثقافات في غزة.
We are here in Gaza from a long time, not just today. نحن هنا في غزة منذ فترة طويلة وليس اليوم فقط. لقد دخلنا بشكل خاص لهذين الأسبوعين مع وفد كبير من الإيطاليين، معظمهم من الشباب من الذكور والإناث. لقد اعتادوا القدوم إلى غزة لأنهم يريدون فتح هذا الباب، يريدون فتح حدود غزة، ويريدون التواصل مع المشاعر الإنسانية الموجودة داخل غزة. تم تشييد منحدرات خرسانية خاصة للعدد المتزايد من اللاعبين، حيث يجتمع المئات إما لمشاهدة أو المشاركة في حفل تخريج مجموعة جديدة من المتزلجين. أنا بهاي الهواي من جديد، يعني كنت حبيتها من زمان وجديد عرفت أنه فيه في غزة ومرنت فيها. ولأول مرة هذا العام أحضروا ألواح تزلج لتدريب فتيات غزة على هذه الرياضة. يعني شايفين الصور معبرة فعلا زي ما قالت أمل، الإقبال على الحياة رغم الظروف الصعبة. خلينا نروح من غزة لسوريا. عمر الطويل في سوريا هو شاب من الشباب السوري وبيتعلم دلوقتي اللغة الروسية، دوت بعد أن قامت الدولة السورية بإضافة اللغة الروسية إلى المناهج الدراسية. الشاب البالغ من العمر 15 سنة هو واحد من بين 24 ألف سوري في مقتبل العمر أصبحوا يتعلمون اللغة الروسية في المدارس. طبعا كان في تجارب مروا بيها تبدو صعبة بشكل كبير، فكرة ان هم يتعلموا اللغة الروسية هي كان بالنسبة لهم طبعا المفردات واللغة صعبة بشكل أو بآخر يعني. وهو كان بيتكلم على تجربته انه كان يعني في المدرسة وكان الموضوع بيبقى يعني قلب شوية تهريج ما بينه وبين أصدقائه وزمايله في المدرسة، لان هم ما كانوش فاهمين ومش مستوعبين اللغة الروسية وكانت تبدو بالنسبة لهم صعبة. ولكن هو اتكلم على تجربته ان المدرسين ساعدوهم بمساحة من الود والحب معهم ان هم يقربوهم ويفهموهم اللغة الروسية بشكل مبسط. كمان في يعني طالب اخر كان ليه رأي او حكى كمان عن تجربته، هو حليم حداد عنده 15 سنة و يعني اتكلم قال انه لا منهج اللغة الروسية يعني لطيف وهم كانوا حابين ان هم يتعلموا اللغة الروسية بشكل كبير. والموضوع في النهاية بيبقى مرتبط بالارادة او العزيمة، لو حد عايز يعمل حاجة بيقدر ان هو يعملها حتى لو كانت تبدو يعني بشكل عام ان هي صعبة او يعني مستحيل ان هو يتعلم اللغة الروسية. اللافت للنظر ودوت على لسان رضوان رحال وهو منسق اللغة الروسية في وزارة التربية والتعليم السورية، قال إن الطلب على دراسة اللغة الروسية في هذه الفصول يفوق العرض، وأشار إلى أن هناك أكثر من 24 ألف طالب يتعلمون اللغة الروسية والعدد في تزايد. وأضافت وزارة التعليم السورية أن اللغة الروسية كلغة أجنبية اختيارية في المدارس بعد الإنجليزية أو الفرنسية في عام 2014، وبيحضر خريجو الأدب الروسي العازمون على العمل في مجال تدريس اللغة الروسية بيحضروا دورات خاصة تحت إشراف خبراء من موسكو. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي سكوت مارسيون الإسرائيليين إلى أهمية التكاتف والتلاحم وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة المالية للحكومة في مواجهة طبعا حرائق الغابات القاتلة اللي اجتاحت البلاد والعمل على التعافي من أثرها بشكل عاجل وسريع. كلنا كنا بنشوف الحرائق اللي كانت موجودة في أستراليا والغابات، الأعداد الفدادين الكتيرة اللي عدد كبير من هذه الغابات احترقت والحيوانات البرية فيها اللي كانت موجودة فيها في من بعض منها أوشك على الانقراض. على أي حال السلطات الأسترالية دعت السكان إلى مغادرة منازلهم مع اقتراب موجة حر قد تؤجج مجددا حرائق الغابات اللي أتت على مناطق شاسعة في جنوب البلاد وشرقها. للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة التي تضرب البلاد يضاعف عناصر الإطفاء في أستراليا جهودهم مستفيدين من أحوال جوية أقل حدة من السابق قبل موجة حر جديدة في الأيام المقبلة. وعلى هؤلاء المتطوعين المنهكين بعد أشهر من مكافحة اللهب العمل على ضبط انتشار النيران وتمشيط المناطق المعرضة للخطر،
إضافة إلى إشعال حرائق متعمدة في النباتات لمنعها من أن تكون عاملا معززا للحرائق الكبرى، ويسابق الإطفائيون الوقت لتطبيق تلك الإجراءات مع ترقب وكالة الأرصاد الجوية الأسترالية ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة برفقة رياح شديدة. كل ما نستطيع رؤيته هو الدخان والضباب يغطي المدينة، هناك الكثير من النيران المشتعلة، وإذا نظرنا إلى سيدني وحدها فإننا منذ أكثر من شهر رأينا مستويات عالية من الدخان أثرت على درجة نقاء الجو ورفعتها إلى معدلات الخطورة، ولكن مع حدوث الرياح تحرك الدخان إلى الخارج وإلى الساحل وأصبحت السماء أكثر صفاء. ولا زالت عشرات الحرائق خارجة عن السيطرة في شرق القارة، وتخشى السلطات تقاطع حريقين في ولايتين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا قد ينتج عنهما حريق هائل، فيما أعلنت إدارتي الطقس في تشيلي والأرجنتين عن أن أدخنة الحرائق الأسترالية قد وصلت سماء البلدين اللذين يقعان على بعد أكثر من 12 كيلومترا عن أستراليا. وقتل 25 شخصا منذ بداية هذه الأزمة في سبتمبر، وتحول أكثر من 1800 منزل إلى رماد، كما دمرت مناطق بمساحة 80,000 كيلومتر مربع. لقد أمضيت الكثير من الوقت هنا بين الأشجار عندما كنت طفلا، أعلم أنه إذا أتت النيران فإنها تكون مدمرة، وأعلم أنه لا يوجد مكان يمكننا الاحتماء فيه. ولا زالت القيمة المالية لأضرار موسم الحرائق الكارثي هذا غير معروفة حتى الآن، لكن مجلس شركات التأمين أعلن أن طلبات التعويضات التي وصلت الشركات تزيد عن 700 مليون دولار أسترالية، أي 433 مليون يورو، وهو مبلغ من المرجح أن يرتفع. طيب، على الرغم من طغيان أزمة حرائق أستراليا على يعني مشاعر وأفكار الأستراليين، ودي طبعا بتمثلهم يعني أزمة كبيرة جدا، إلا أنه ده لم يمنع المئات من معجبي ومقلدي ملك الروك الراحل ألفيس بريسلي من بدء تجمعهم السنوي في مهرجان بيحمل اسمه. هذا المهرجان بيعقد في المناطق النائية من أستراليا. تقول لي بقى حرايق، تقول لي تلج، الناس بتستمتع بحياتها وما فيش حاجة بتوقف حياتهم. يعني المحتفلون المشاركون في هذا المهرجان وهم بيرتدوا حلالهم المرموصة اللي احنا شايفينها على اللي هنشوفها دلوقتي على الشاشة بالماس، قاموا بالاهتزاز والتمايل على وقع عدد من أكثر أغاني الملك شعبية، الملك اللي هو ألفيس بريسلي، ونجاحا في دوت كان بيتم في محطة قطار سيدني المركزية قبل أن يستقل قطار ألفيس السريع إلى بلدة باركس اللي بتبعد حوالي 357 كيلومتر نحو الغرب. ومع أن بلدة باركس لم تتأثر مباشرة بحرائق الغابات، إلا أن العديد من الأشخاص ألغوا رحلتهم واضطر قطار ألفيس السريع إلى تعديل طريقه لتجنب قضبان السكك الحديدية اللي تعرضت للضرر نتيجة للحريق في منطقة الجبال الزرقاء. رغم حقيقة هذه العقبات، إلا أن المهرجان ما زال في طريقه للانعقاد، مع تأكيد العديد من الحاضرين على أن هذا الحدث يشكل أهمية كبيرة في دعم السياحة في البلدات الإقليمية المختلفة. طب ننتقل مع حضراتكم لخبر آخر، ويعني في أدوار كثيرة حقيقة بتقوم بها سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، أدوار يعني متعلقة بالتواصل الإنساني وبالأعمال الخيرية. يمكن في هذا الإطار سيدة فرنسا الأولى وبالتعاون مع زوجة مدرب فريق كرة القدم الفرنسي ديشان قاموا مع بعض بزيارة مستشفى خيرية للأطفال. هذه المستشفى اسمها القطع الصفراء، في إشارة إلى العملات المعدنية الصغيرة اللي بتبقى موجودة يعني في أسفل أكياس نقود البسطاء من الفقراء هناك. حقيقة دي كانت لفتة إنسانية جميلة منها جدا، واعتدنا أنه أعتقد يا محمد يعني ما السيدات الأول في معظم هذه الدول بيبقى ليهم يعني ممارسات وأنشطة على المستوى الإنساني والاجتماعي بشكل كبير. صحيح. طيب خلينا نرجع على مستشفى القطع الصفراء. هذه المستشفى الخيرية اللي أقيمت منذ 30 عام بتهدف إلى جعل الأطفال يشعرون بمزيد من الترحيب في عنابر المستشفى
في أنحاء فرنسا عبر جمع الأموال. وبتحظى هذه المستشفى بشعبية واسعة في فرنسا مع قيام الأطفال في المدارس بالمشاركة في التبرع للمستشفى. وأيضا صارت ماكرون وديشام في أنحاء عنابر المستشفى زي ما احنا شايفين في الصورة. ده نجم المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اللي مصاحب لسيدة فرنسا الأولى، قاموا طبعا بالتقاط الصور وزيارة الأطفال، ودوت طبعا بيبقى رسالة مهمة جدا وشحنة معنوية كبيرة بياخدها هؤلاء الأطفال المرضى. انطلق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020، وهو المعرض الإلكتروني الأول في العالم بمدينة لاس فيغاس، وذلك في بداية العام الجديد. وستقوم أكثر من 4400 شركة عارضة بإطلاق حوالي 20,000 من المنتجات التكنولوجية الجديدة، وبتشمل اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي والمدن الذكية والروبوتات والعديد من المنتجات التكنولوجية المختلفة. يعني اللافت ان الروبوت كمان بقى اصبح منتج استهلاكي. يعني بقى زي ما احنا شايفين، زي ما الواحد كان بيشوف في الافلام زمان كده، ان هو شويه بشويه هيبقى جزء اساسي من حياه الانسان. يعني في تطور كبير في هذه الصناعه. طيب المعرض بيضم حوالي 300 جلسه بمؤتمر وبمشاركه 1200 شركه ناشئه من اكثر من 45 دوله. مصر بتشارك في المعرض بجناح رسمي وبيضم الجناح حوالي 9 شركات ناشئه بتستعرض منتجات وحلول رقميه بتعتمد على احدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئه والعديد من التطبيقات اللي بتخدم قطاعات التجاره الالكترونيه والشحن والبورصه والخدمات الماليه الرقميه والادوات الرياضيه الذكيه. بيحضر المعرض اكثر من 180 الف شخص من 160 دوله من جميع ارجاء العالم، وان شاء الله بيستمر هذا المعرض حتى العاشر من يناير 2020 لو انت عايزه تروحي يا امل تحضري المعرض يعني. بس انا مبسوط ان مصر مشاركه في حاجه حدث كبير زي ده. لا جميل طبعا مشاركه، المفروض ان شاء الله تكون مشاركه يعني متميزه وتليق بمكانه مصر. شفتي الخوذه دي؟ الخوذه بتاعت الموتوسيكل دي حاسه شايفها برضو فيها يعني هي عموما تبقى اجواء جميله طبعا لمحبي طبعا التقدم التكنولوجي، يعني اللي بيواكب العصر بشكل سريع جدا. توماس باخ رحب وهو رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بالشباب الواصلين الى سويسرا للمشاركه في الدوري الثالث الالعاب الاولمبيه الشتويه في لوزان. خيم بعض من الحزن على أجواء وصول اللاعبين بعد أن انتشر خبر إصابة خطرة للاعبة تزلج سقطت على الجليد من ارتفاع 5 أمتار خلال المران على عروض حفل افتتاح الألعاب. وأكدت الشرطة أمس الأربعاء وقوع الحادثة يوم الثلاثاء، وبحسب الشرطة فإن المتزلجة الروسية ذات 35 عام بحالة صحية حرجة وبتستهل البطولة منافستها بحفل اليوم. دلوقتي معادنا مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة بعد فاصل. آلاء حامد وأخبار الرياضة.